نبقى مع حجاج بيت الله الحرام الذين يتوافد الآلاف منهم على متاجر الحلي والذهب في مكة المكرمة التي تنتعش أعمالها في مواسم الحج والعمرة. وعلى الرغم من هذا الإقبال الكبير، يقول بعض تجار مكة أو تجار مكة إن انتفاضات العالم العربي أضرت بتجارتهم. قراءة اقتصادية لأحد جوانب موسم الحج في سياق هذا التقرير. الآلاف من حجاج بيت الله الحرام الذين يقومون بأداء مناسك الحج حاليا بدأوا في التوافد على متاجر الحلي الذهبية في مكة المكرمة التي تنتعش أعمالها في مثل هذا الوقت من كل عام. ويقول كثير من الحجاج إن أسعار الحلي الذهبية في مكة معتدلة وتمتاز بالتنوع الذي يتيح المزيد من الخيارات للمشترين، كما توضح هذه الحاجة السودانية. يكون في فرق في السعر شوية بين السودان وبين هنا، يعني هنا في فرق في السعر صراحة. ثاني حاجة هنا في يعني خامات، في أشكال مختلفة، يعني تنوع في الأشكال. يعني أنت هنا ممكن تختار يعني أشكال مختلفة، هنا قد تكون محصورة يعني حاجات معينة، هنا في خيارات. وتشتهر متاجر الحلي في مكة المكرمة ببيع الذهب الخالص، ويقول تجار الذهب في مكة إن الذهب السعودي مضمون ويخضع لرقابة حكومية، وإن الحلي التي يبيعونها لا مثيل لها في الجودة. ويزيد الإقبال على شراء الحلي في موسم الحج مع حرص الحجاج على شراء الهدايا لعائلاتهم. ورغم الإقبال الكبير، يقول بعض التجار في مكة المكرمة إن انتفاضات العالم العربي أثرت سلبا على تجارتهم. وقال تجار آخرون إن الطلب على الذهب يرتفع حوالي 10% خلال موسم الحج، لكن الأسعار المرتفعة ستؤدي للإحجام عن الشراء باقي العام.